اذكر الله يا ربع. لا اله الا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. قبل ما اقول وش الحكم على سويلم، اريد اسال الجميع وبالاخص دواش ولد عمه مطلق، ان كان بي واحد منكم شاف واحد ثاني يسرق يعلم عنه. زين يا ربع، ما زال الامر هيك؟ التهمه ثابته عليك يا سويلم، وانت يا دواش وانت يا مطق، لان كان ما شهدت بالصحيح، ترى يوم الموقف العظيم خصيمكم الله ومحمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. أنا يا عم الشيخ ما قلت غير اللي شفته بعيوني، وإن كنت كاذب ياكلهن الدود. كذب كذب يا عم الشيخ، عز الله إني ما سرقت الحلال وما بيه بيوم بعمري. كافي عاد كافي يا سويلم، خلنا نسمع وش وده يقول دواش. اللي ودي أقوله يا عم الشيخ قلته، وما قلت غير اللي شفته بعيوني وعيون ولد عمي مطلق، ولولا الله لطف، الله لولا لطف، ولا كان رجال اللي اتفق معهم على سرقة الحلال كان قتلوني. هذا الشيء ما صار يا بايك، ما صار. اسكت اقول لك اسكت، كانهم كذابين حسابهم عند رب العالمين. بعدين ما في شيء يؤكد انك ما انت السارق، الحلال ما هو موجود والشهود موجودين. الله موجود، الله موجود يا عم الشيخ. والنعم بالله يا ولد، انا ما اعلم بالغيب وما ادري ويش بقلبك او ويش بقلب دواش مطلق. اللي قلناه انا ولد عمي هو اللي بقلوبنا وعقولنا. منك لله انت ولد عمك، منك لله. وانا يا عم الشيخ مستعد باللي تامر بيه. الحكم عليك يا سويرم انك مطرود من الديره وما تعود لها، ولان حدا شافك باي ديره من ديار العربان ما تلوم غير نفسك. ذبحتني يا عم الشيخ، ذبحتني. هذا الحكم اللي طلعنا به انا بوجوه القبيله، وهذا الحكم يليق بكل بواب. انت الحين تطلع من الديره وعقب مغيب الشمس يسري عليك الحكم، وانا ودي ارسل رجل لكل ديره من ديار العربان لجي يعلمهم عن اسمك حتى ما تروح لاي دير تم منهم. ملعون هذا الحكم الزين، البايق ما له غير الطرد. قال علي تقلعه. وحد الله يا مطلق، يجوز الرجل بري من التهمه. شلون بري؟ وولادي مطلق وولد عم دواش شافوه بعيونهم. قولي الحمد لله اللي كشفوه قبل ما يسرق هو ورجال اللي معه كل حلال الديرة. إن كانوا مظلوم إلو الله اللي ما يضيع عنده حق. وإن كانه مظلوم وين وده يوجه؟ وين وده يلقي؟ لو طردوه من الديرة كان أمر الله، لكن بعد حرموه من العيشة بين الناس وين ما كان وين ما وجه. هيك أحسن. هلا عاد وكان اياه يروح لديار العربان يسرق وينهب منها ويفضح قابلتنا وتصير سيرتنا على كل لسان. بعدين زين اللي انكشف سره قبل ما انجهد بلك ومايل وتزوجته. وش هالكلام هذا؟ انا ما بي شيء بيني وبين سويلم، وما ودي اسمع منك هذا الهرج مرتين ثانيه، ولا تراني اعلم الشيخ. لا 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 يا بنيتي، أنا هذا الهرج ما هو من عندي، هذا الهرج منه هو من سويلم. إي هو اللي كان يقول لولدي إنه يريدك وتردي، وأنا ياما 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 قلت له كمايل منك وغاد يا سويلم. أنا بيني وبينشن كنت أصدقه، لكن الحين عرفت إنه كذوب وبواق بعد.
يا حلالي ويا مالي، يا حلالي ويا مالي، يا حلالنا ويا مالنا يا ولد عمي، يا حلالنا ويا مالنا. الجيوب عمرت والتهمة بسوالم لزقت. بيني وبينك طول هالمدة وأنا قلبي من جوا شفت السالفة أنها ما تصل. لا 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 يا ولد عمي، يوم من أنا خطط الزومة تحط رجليك وديك بمية باردة. دنوش يا دنوش، ألامك وين طاير؟ تقول حدا لاحقك بعصا وندر حق سوالب. ايه علامة مضى. ودك تلحق سويلب؟ ايه سويلب. وليه ودك تلحق؟ ودي انطيه هذي لجل ياكل، وانطيه هذي لجل يشرب. وانت هذا الشيء من شور راسك؟ لله عقاب ولد عم الشيخ انطاني ياهل وقال لي الحق سويلب وانطي ياهل. ولد عم الشيخ يقول يجوز لسويلب بري. قال يجوز؟ ايه قال يجوز، خوف الله ولولا الزلل انه قال بعد ما ظنيت. إيه قال ما ظنيت؟ إيه قال ما ظنيت. وأنا قلبي يقول لي إن سويلم بري من هالسرقة. يعني أنا ولد عمي كذابين؟ أنا ما قلت هيك، أنا قلبي هو اللي يقول هيك، لكن أنا عاد ما رد على قلبي، أرد على عقلي وبس. زين يا دنوش، وعقلك وش يقول لك؟ عقلي يقول لي ان سويلم هو السارق، وعقاب ولد عمي الشيخ متفق معه، لجل هيك ارسل له هذول، لانه يا اخوي ما يحن على السارق غير رفيقه. الصحيح الصحيح انك ذكي وفهيم يا دنوش. انا اقول هيك وولد عمه دواش يقول هيك بعد، لكن ويش نساوي يا اخوك؟ حنا هو انت رعيان وعقاب ولد شيخ. المهم الحين الحق الباقي سويلم وقل له مطلق ودواش يسلموا عليك. شلون تسلموا عليه وانتوا الاثنين اللي شهدتوا ضده؟ انت سلم عليه وما عليك، بل كنه طق من القهر ومات. ايه زين، انا سلم عليه بالاول، وان طق ومات من القهر اروح الزواده والقربه معي. يا جهاد بلاك يا دنوش، ملعون انك ثعيلب بهدوم بنيان. يعني انا ذكي وفهيم؟ اي وبديره كلها ما بي واحده من الحريم خلفت واحد مثلك. اي يا اخوي مطلق، يا ليت كل الناس يعرفوني مثلك، القليله يجوزونه بنيه زينه تصير راعيه مثلي، قصدي تصير راعيه البيت. هذه اتركها علينا. صحيح يا عمي؟ اي صحيح. ومتى تجوز لي يعني؟ لما يحين الوقت المناسب. المهم الحين الحق البايق سويلم مثل ما قال لك عمك ولد الشيخ. اي تذكرت، سلم عليك. مع السلامه.
لا تنسى تسلم عليه. وش رايك الحين بسالفة عقاب اللي ما هو مصدق؟ هذا مو رأي من حالي، أنا شاورت وجوه القبيلة وهم اللي شاروا علي بالحكم اللي حكمته على سويلة. بعدين ويش اللي يخلي مطلق ودواش يجذبه لو ما شافوه؟ يجوز واحد غيره، لأنه سويلم من رجال الزينين بالديرة. كل إنسان له زلة، وزلة سويلم كبيرة وما ينسكت عليها. النوبة هذه سرق الحلال هو الحرامية اللي معه، مو هو بعيد المرة الجاية يقتل بني آدم لجل يسرق ماله حلال. ما اريدش نجيب انطاري هالسالفه قدامي مرتين ثانيه، تفهمين؟ على امرك يا شيخ، على امرك. اقعد خلنا جهز لك الزاد. لله ما اريد. يقولون ان متعب مريض من امس وللحين ما شفته، ودي اروح ازوره. بمان الله يا شيخ. مع السلامه وجيرت الله. انا داريه كل شيء يصير وكل شيء يتبدل، ومثل ما قال ابو عقاب كل انسان ولو زلة. تدري يا ولد عم الشيخ، لولا انه الساكت عن الحق شيطان اخرس، كان ما علمت ابوك الشيخ باللي صار، ولا علمت ايات بني ادم من اللي سرق حلالهم. لكن عاد ويش اساوي انا ولد عمي، ما قدرنا نسكت. طب ليه ما طخيت على الرجال اللي كانوا مع سويلي؟ ايه على الله، كانت بارودتي معي كان طخيت عليهم. أنا لولاهم كثار ولا كان هجمت عليهم بالشبرية. لكن عاد وش تساوي شبرية قدام بوريد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بدي أروح للنباهة الشرقية أقعد من حالي شوي، لنسأل عن أبوي، علموني هناك. بمان الله. تامر يا ولد الشيخ. أي نسيت وش ودي أقول. خير يا مطلق. الزوم تحرص دنوش انه ما يخبر ابوك باللي صار. وايش اللي صار؟ سالفة الزواده وقربة المي اللي ارسلتهن لسويلم مع دنوش. اي فهمت. وانتوا بعد ما تخبروا احد، ترى انا ارسلت له اياهن لوجه الكريم، لبين ما يلقى ميشان يلقى بيه ماء. ما زالك قلت لوجه الكريم ما يخالف، لانه هو ما يستاهل. كل إنسان يأخذ نصيبه بالحياة، خيرها وبشرها. سلم عليكم. بمان الله. وش رأيك يا ولد عمي؟ رأيي أن تطمننا بعد ما دنوش الهبيلة أشغل. لا 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 يا ولد عمي، لا تنغرب كلامه، ترها عيونه تقول غير اللي يقوله لسانه. والسالفة ودها حذر، من هان لمن هتموت. وقف يا سويلم. يا اخوي انقطع حيلي، يا اخوي انقطع حيلي، ونشف ريقي وانا اركض وراك. هذول يا اخوي قربت هالماء والزواد هذول لك. ها من اللي ارسلهن؟ ارسلهن عقاب ولد الشيخ. مكثور الخير انت ولد الشيخ. ايوه، ودي اقول لك شيء ولا تزعل مني. ها لا ما ازعل منك، قول. بي حدا ودالك سلام معي. وكاد كومايل؟ لا ما هي كومايل. هل عد من اقول لك او ما تزعل مني؟ قلت لك قول وما ازعل منك. ايه يا اخوي، لانه السلام أمانة
وعمي الشيخ يقول الأمانة غالية على الإنسان ولزوم يحافظ عليها وما يفرط بيها بدها. يا رجل قول قول وخلصني، عقلي ودي يطق. أنت ولا عقلك اللي ودي يطق؟ دنوش ترى الشرار يقدح من عيوني قدح، قول وخلصني. ودي الحق القالي مشان أنام به الليلة قبل الضباع ما تاكلني. زين أقول لك، اللي أرسل لك سلام معي اثنين، مطلق ودواش. يسلموا علي الباقيين؟ قلهم الله يسلمكم، لبين ما تلف الساعة اللي أحول بيها بيكم، وحينها وحينها يا ويلكم مني. قلهم هذا رد سويلم عسلامكم. زين زين أصلم عليك. بأمان الله. عشت يا مدير. وعافية يا عم صقر. علومها يا ابو كمايل. علوم السلامة. بس كنت افكر واقول لحالي، شلون مطلق ودواش شافوا اللي شافوه بالليل؟ القمر كان بدر وسمعوه وهو يحش مع الجماعة اللي متفق معهم. بعدين ما سمعت متعب وش قال عن سويلم؟ وشلون كان يحوم حول الحلال قبل السرقة؟ ومريوش بعد شافه وهو مقبل من يم حلال متعب. كل شيء جاي من يدم مرات الطمع يا عم قمار. الحقيقة لابد ما تظهر إن كان سويلم ولا غيره. وعلى حد علمي هالحكم اللي حكم به أبوي على سويلم كان بعد مشاورة الجميع، بلخص انت يا ابو كمايل. ايه ادري يا ولدي ادري، بس مرات الافكار تودي وتجي. ترخص لي عاد يا شيخ. بعد بدري يا رجل، ان كان ما هم معجبينك مع زيبك انا دي اختك تقعد معك يا ام عقاب. يا خير يا شيخ. اخوك وده يروح. الله يسهل عليه هو من حاله، كمايل ودها تضل عندي هان. لا يا عم، أنا ودي أروح مع أبوي وما أخليه من حاله. تصبح على خير. وانتي من أهل من هلو. أي حتى البنية ما ودها تظل عندنا. أنا ما عندي ناس يخدمني، أنت عندك ثنتين. يا الله. أقول يمه. يا خير. هو الشيخ غانم الويه يتجوز على أم عقاب. يا ليه يا ليت انه طلقها قبل ما يتجوز يا امنا. ليه؟ لانها هي سبب الحال اللي انا بيه. على محالج، هذا حنا تحسنت امورنا بعد ما الجيبه عمرت من ورا الحلال اللي بعناه. ان كان على بالك اسرق حلال متعب ومريوش وديره كله على دنوش. انت تدري لو وظفه كان أنا الحين حرمة الشيخ غانم. شلون؟ ما هي قبل ما تخلف عقاب مرضت وصارت مسلولة مثل هالواسط، هالقد صارت رفيعة وقعدت سنة وهي مريضة والدواء عجز عن مرضها. اي قام الشيخ غانم قالها ودي تجوز حوايج، قامت قالت له لله. لله؟ ما هو هيك هي اللي قالت له تجوز؟ معقول؟ معقول بحرمة بالدنيا تقول الجوزة تجوز؟ ما صدق انه بحرمة تقول هالكلام الجوزة حتى لو ما كان بيها الخلف طول عمرها. عاد هذا اللي صار، وهذا انت عرفت انه بيه حرمة تقول الجوز هتجوز. بس عاد تدري ليه؟
ما أنا قلت وكان بسبب. ما هي خافت إنه الشيخ يطلقها بعد ما ظنت إنها عاقر، وقامت قالت لحالها أقول للشيخ يتزوج، وقامت نقت له آمنة. وهي نقت له بعد؟ أي لأنها من شرشها وسلتها خوال آمنة بيهم عرق من خوالها ونسايب بعد. أي بس للحين ما علمتيني وما فهمت قصدك من كلامك انه لولاها كان الحين امي حوايج حرمة الشيخ غانم. اي اسمع يا ولدي، يوم ان الشيخ وافق انه يتزوج اتذكر انه سأل ابوي جدك الله يرحمه. الله يرحمه. سأله وقال له بي حدا من عيال عمام حوايج ودوا اياها؟ قام قال له جدك لله يا شيخ. ويومها انا وجدك استنتجنا انه على باله يتزوجني. وليلتها ليلتها ما عرفت النوم من الفرحه. ويوم صبح الصباح وان الشيخ ماخذ وجوه العشيره ورايح لديره تامنه يطلبها، وبعد هالكلام بشهر عرفت انه وطفه هي اللي قالت له انه ما يتزوجني وانه يتجوز امنه. إيه. بس انا يمه على خبري ان انا اكبر من عقاب. اي صحيح يا ولدي، يوم الشيخ تجوز امنه ابوك الله يرحمه تجوزني، وانا خلفت قبل هن سنتين. بعدها بسنة وطفة خلفت عقاب، وبعدها بسنة آمنة خلفت صقر. تضحك تضحك بدل ما تقول ليت لسانة صابوا الشلل اللي حرمت أمي من الزواج من الشيخ. كان أنت الحين ولد الشيخ. إي ولد الشيخ، واسمي صقر، ويرجع عمري سنتين لورا. ليه سنتين؟ سنتين قولي 10 سنين. الهم والشقه يكبرن الواحد على خلاف وقته. اي اسكت عاد. اي اسكت خلنا وفي السالفه. اي وفي وفي يا امنه. قصدي يا حوايج. مساهيش ماني موفيه. اقعدي اقعدي. ودي تعلميني إن كان عندك علم ليه الشيخ غانم يود ولده صقر أكثر من عقاب، ودوم ياخذه معه ويخلي عقاب هان مع الحلال. هات يا مذيب، أنا ودي أسقى أبوي. تفضل يا عم. تفضل يوبا. خذ الدلة والفنجان منه يا مذيب. ليه يوبا؟ لأنك ما أنت لك هوجي. هذا شغل مذيب، ما هو شغلك. أدري يوبا، بس حبيت أسقى أبوي من يدي فنجان قهوة. ولهالسبب تركت العيار والحلال؟ خذ الدلة منه يا مذيب. تفضل عم الشيخ. صحة عافية يا عم الشيخ. ها ها هذا عقاب هان، وشلونك يا اخوي عقاب؟ الحمد لله. اقول يا عقاب
وش رايك تجهز فروسك وتروح معانا؟ وين؟ صقر وده يتدرب على فروسه لاجل نروح لديرة الشيخ وافي. هناك بيه سباق خيل وطخ على اشارات، ودي اياه يكون مثل كل نوبه الاول. وانا يوبا؟ انت ويش؟ ما لف الوقت اللي اروح معك ولو نوبه واحده؟ لا بعده ما لفه، ولا تكرر هالهرج قدامي مره ثانيه، واشوف انك توخرت على الحلال. انت ليه تعملوا هيك شو؟ انت لا تدخل، وما اريد احد يعلمني شلون اعامله. قم. خاطرك يا مديم. مع السلامة يا عم الشيخ. خاطرك يا مديم. مع السلامة يا عم صقر. متى يلف الوقت وصيدك بي صيد الأرنب؟ شلونك يا ولد عم الشيخ؟ انت اللي طخيت يا مطلق؟ اي انا اللي طخيت، لكنها طارت وما لها نصيب نشويها. من زمان وانا نفسي اكل شنيره. والحلال مع من تاركه؟ ها الحلال، لا تخاف علي، هذا انا رايح له. مطلق يا خير. مطلق. ايه ان شفت سويلم وهو منهزم بالحلال بعيونك؟ وناديت عليه، ولد عمه دواش لحقه بعد، لكن يوم انه شاف رجال وسلاح بيدهم، رجال اللي متفق معاهم سويلم، قام انهزم، لانه طال عمرك رجال معاهم سلاح، لكن ولد عمي ما معه سلاح. هل متى ود اظن اقول؟ زين يا مطلق زين، روح الحلال. اي زين، نسلم عليك. ترى اسمعي يا فلانة، أنا دنوش، دنوش اللي تهابه كل النعاج، ودي أقول كلمة وتاخذيها من قصيرها، لأني مثل ما تعرفها أنا ما أحب أعيد وأزيد بالكلام، لأنه كثرة الكلام ما تجيب نتيجة وتقلل الهيبة. ولجل هيج احب اقول الكلمه وتاخذيها من قصيرها. ها قولي لي انت ليه معنده؟ ها قولي، قولي الصحيح. سمعي عمتك مايل، خليها تسمعك، وان كان جوابك ما يدخل العقل، ها ترى ود اقول بيج قصيده تخليش تمشي ذليله طول عمرك بين الشياح. قولي يلا. ها ما ودك تقولي؟ ها يا دنوش. يا خير. للحين ما حلبت غير ثلاث شياه والدنيا عصرت، لا توخرنا اكثر من هيج. انا ولا هي قاعد احكي معاها ومعيه ترد علي، الدنيا بالله قدامها. لا تخلك انت وياها، خلينا نقضي نهارنا نتمشى لاجل يرتاح خاطرك وخاطرها.
زين يا عمه تعالي اقضبيها، وانا خليني اروح ادور على اشياها الزينات الفهمانات، وابعد من اللي روس هنقاسيات. ها هذا ابو شلفه يا عمه. سمعتي منه اللي لفى؟ ترى ما رديت علي علمه بسواتك الشين. شد مرودك يا دنوش. اي بالحال. يا هلا يا هلا بعم ابو كمايل، يا هلا. سمعتك تقول بالحال يا دنوش. اي صحيح. اقلب يا عم اقلب، خليني ادور على اشياء الزينات والفهيمات. ايه هذه فهيمه. يحير اللي عمره ما تحير. ما هو انا لجل هيك قلت اجي اساعدك. امشي. هذا انا الحين قلت انك فهيمه وزينه. اسمعي ها، لا تطلعيني كذاب. ها انا ودي اقول كلمه وتاخذيها من قصيده. انا ما احب اعيد وازيد بالكلام، لانه كثره الكلام تقلل الهيبه وما تجيب نتيجه. يا ريت انه سويلب اسرقك، يجوز ارتاح من همك ومن عنادك. هاي سامع يبا؟ طول الوقت هو على هالحاله. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. هلا عم الشيخ. قوك يا مذيب. قوت يا عم صقر. تفضل يا عم الشيخ. تسلم. هلا صقر. هلا وليدي. هلا بيك امو. الله ينطيك العافية. الله يعافيك يمه. ها وش أخبار الزاد؟ الزاد شوي ويجهز. اي والله يمه ترى أنا واقع من الجوع. مدام هيج خلنا زود أنت. اي والله وأنا أساعدك بعد. تسلم. هات عنك. صقر. يا خير يبا. تعال جاي يا ولدي. راح انت يا مر عيان ساعدهم. تامر يا عمي. وان شفت ابو كمايل بطريقك قل له عم ابو عقاب يريدك. على امرك يا عمي، سلم عليك. امان الله. خير يبا. اقعد يا ولد اقعد. بي حد عند امك؟ لا بالله يبا ما بي حد. قاعد اتجهز بالزاد. امنه. يعانك. أم عقاب لفت من عند أم مطلق؟ لله يا شيخ. خير يبا، في شيء؟ لا ولدي، بس أريد أعلمها بالسالفة قبل ما تدري بيها من عقاب. عقاب ما يعلمهم بهذه الأمور يبا. إيه، لكن عقاب ما يقدر يخفز عليه، ووكيات غير تظل تسأله لما يعلمها. رح أنت غدا مع أمك وانا ودي اتغدى مع ام عقاب. زين يبا، على امرك. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يخزيك يا شيطان. كلي وعد لي زين. كلي وعد لي زين، لأنه بالتالي تصيري إلي أنتي وكل الحلال لجل بيعكن. أنا ما ودي أتعب وشقة لجل الظل للناس، ما ودي أتعب وشقة وضراعي، ودي تصيرين إلي حتى لو سويت بدواش ولد عمي اللي سويته بس وين؟ اي كلي. وانت ليه سألته؟
الولد عقاب يشك ان مطلق هو سارق الحلال وان سويلم بري. ما هو لو خليت سويلم بالديره كانت الامور صارت غير هيك. انا ما طردته غير عقب ما شورت الربع كلهم. يا ابو عقاب بامور مخفيه ما يعلم بيها غير الله. لا اله الا الله، وهذه انت قلتيها، ما يعلم بها غير رب العالمين. البني ادم يوطفه يتصرف على اساس ما يشوف وما يسمع، ما يدري بالباطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا يمه. يا هلا. هلا بيك يمه. اسمع الهرج عني. اي عنك وعن مطلق. وانا يبا فكرت بكلامك وعساك اقتنعت. اي بالله يبا، وما دام ما في دليل اكون غلطان لو شكيت بمطلق، لكن الله يلعن الشيطان، بدري وش اللي خلاني استغش منه. زي ما فكرت يا ولدي. يلا يا ام عقاب، هذا عقاب لفه وانا تراني جعان. بالحال يا شيخ. وش قلت؟ ما انا شايف غير الشوك والاحجار وصفي. يعني انت ما انت شايف الذيب اللي هناك بين الصفتين اللي هناك؟ انا ماني شايفه، لكن يجوز هو شايفني. اوه دنوش، لد زين يا دنوش وتوكل، لان كان ذيب خلنا نطخ عليه. انا يا رجل عيوني هي جعلني ما اقدر اشوف. توكل عنك عيونك لد. توكد يا جهد البلا يا جهد البلا. انا وش اللي خلاني اسرح معاك اليوم؟ كان سرحت من حالي احسن لي. الحمد لله، الحمد لله انك انت اللي تسرح معي، ولا كان ما شفت الذيب. انت يا اخوي عيونك قويات، عيون البومه. اي دنوش. دنوش لتزاني دنوش. هناك. ها وش قلت؟ وكاد انه ذيب. وكاد انه ذيب. ها ذيب. ايه ذيب، الحمد لله اللي شفته. وين انت يا مطلق؟ هان هان يا دنوش. حواش تدور انت اللي طخيت عليه، ذيب ولا جراده؟ ادري ادري انه ذيب يا اخوي دنوش، لكن عاد ان كان صاوبته لابد ما يطيح دمه. ايه دور يا اخوي دور، انا عيوني يجعني وما اقدر اشوف. انت عيونك مثل عيون البومه. دور هان وهان دور. ايه ايه ادور ادور. من هان يا رجل، من هان. من هان. هيك هيك بين الصفتين، بين الصفتين يا اخوي دنوش. إيه إيه. انا من هان وانت بين الصفتين. هان وهان، هان وهان. لقيته لقيته الذيب. اي لله دمه دمه. وين؟ إيه. ويلي تسلم عيونك يا اخوي دنوش. تسلم عيونك. بارك الله بيك، بارك الله بيك اللي شفت الذيب ولا كان عده على الحلال. إيه. انا من اول كنت شايفه، لكن انا ما اقول شيء غير لمني هتوكد منه، وانا كنت متوكد انه ذيب. اي يا اخوي اي تدري يا اخوي دنوش. اي انا هلزوم الليله اعلم عم الشيخ باللي صار. اي اي ولا اقول لك؟ ها ليه انا اعلمه؟ انت لزوم تعلمه. انت الاهم بالسالفه، انت شفت الذيب. انا وش سويت يا حسبتي؟ طخيت عليه. ها؟ اي
اسمع اسمع، روح الحين نلحق الحلال، وبالليل نروح نتعلل عند عم الشيخ، وانت اتعلمه باللي صار زين. اي يلا حقني علمه. اي يلا علمه علمه. تسلم. وهذا الفنجان الثالث يا دنوش. اي فنجان السيف. هذا ما انت قليل يا دنوش. هلا عاد أنا دنوش ماني قليل. صحة وعافية. ها هو هذا الفنجان يا عم الشيخ، يعني استكفى. إيه استكفيت، لكن بعد ما أقول العم الشيخ الود أقوله، وكاد إني هستاهل فنجال الضيف وفنجال الكيف وفنجال السيف بعد. أبشر يا دنوش، وفوق كل فنجان لك عندي نعجة. يعني يا عم الشيخ كل مشرب فنجان قهوة تنطيني نعجة؟ إيه زين مذيب عم ردلال أخوي، ودي أظن أشرب قهوة في الصبح. ها يا أخوي يا دنوش، أنت ودك تقول ولا نقول؟ لا 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 أنا أقول. هذا يا عم الشيخ اليوم العصر صرحت حلال عم أبو كمايل مع حلالك يا طويل العمر. قلت الحلال يتسلى مع بعضه، وأنا وأخوي مطلق نتسلى مع بعضنا. منه سالفة منه سالفة، منه كلمة منه كلمة، منه قصيدة ومنه قصيدة، ونمضي طول نهارنا سواليف. وهذا يا عمي المهم المهم يا ولدي. مو هنا يا عمي أطول بالسالفة لجل شوقك لسمعت ليها. لكن أنا عاد أريدها من تاليها، ها؟ لأنه ولد عم خويك مريض أود أزوره وتعلل عنده. مدام هيك يا عمي أنا أود أختصر وأقول الكلام المفيد، لأنه يا عمي كثر الكلام ما هو زين، وأنا بطبيعة الحال زي ما تعرفوا أنا ما أحب أعيد وأزيد بالكلام، لأنه كثرة الكلام ما تجيب نتيجة وتقلل الهيبة. مطلق علم الشيخ انت قول يا دنوش، قول المختصر المفيد. انا شفت الذيب ومطلق طخه والحلال الله سلمه وعمره سامعيني طول. متى يا مطلق؟ اليوم العصر طال عمرك، لكن المسافة كانت بعيدة، وانا يا عمي صاوبته وما ظنيت يرجع مرتين ثانية. لا عاد لزوم تعلم كل الرعيان لجل يحترسوا. على امرك يا عمي، أنا أعلم اللي أشوفه ودنوش يعلم اللي أشوفه. بسم الله بسم الله اللي قادر على كل ظالم. المهم يا ولدي لازم ترتاح وما تتعب روحك، وانا خلي مذيب يجيب لك الزاد لها. الله يكبر واجبك يا شيخ. مطلق تقوم بالواجب وزياده. العاد يا مطلق خصص 5 شياه زينات بالحليب وخلهم مع حلالك، حنا لازم انت تساعد كلنا. تامر يا عم الشيخ، عز الله لو حدا غيرك مقبل، لأنه ما ودي مساعد على خدمة ولد عمي. تسلم يا مطلق، والله يديم هالمحبة بينكم. يلا خلنا نقوم. بدري يا شيخ بدري. وكاد لفى ناس كثيرين وأنا ودي إياك ترتاح. لا بالله يا شيخ، ما لفى غير أبو كمايل وعيالك
الصقر والعقاب الله يخليهم. ماير ما كل الناس تعرف الواجب. وكاد ان ربي عندهم اللي يشغلهم، لكن قلوبهم معك. وان ما زاروك اليوم باشر يلفون باذن الله. يلا. لا بالله ما تقول. لاجل واجبك يا شيخ. خليك مشارك، انت مريض يا ولدي. يلا تصبح على خير. مع السلامة، مع السلامة. بمان الله يا شيخ. هاي يا مطلب، قول لي وش سالفة الذياب هذه؟ سالفة بسيطة مثل دكت الشوكة، لكن ودجني من وراء حلاوة وشعشبان أكثر من اللي أخذناه من سالفة سويلم. زين اللي شافوا كان خذ شاه وانهزم بيها. هذا ملفو يبا يا كمايل. يا خير يبا. حضر العشاء يبا. تامر يبا. تفضل. وصقر وامه. ايه. وعقاب وامه بعد. ايه. يعني ودك تقول الليلة عامره عندي جويعد. ما عليك ما عليك، خلها عامره عنده، باشرون ولد عمك خلها تعمر ببيتك. انا ما ودي البيت يا عمر، انا ودي الجيب اللي تعمر. بالاول لزومي عمر البيت، بعدين خلي جيبتك وجيبتي يا عمر. ما عليك ما عليك، انت بس صب لي قهوه ودعلمك بهالسالفه. قهوه؟ اي. ما دام بيها قهوه وكاد السالفه بيها وما بيها. معلوم بيها وما بيها، اجازي بلايشك، عمرها سواليفي ما كانت فاضيه. خذ. خلينا افكر بالخطه زين. فكر عمالك دائمه يا دواش. فوت يا دنوش. مساكم الله بالخير. هلا، يسعد مساك. جيت اتطمن عليك. وليه ما لفيت حين لفيت انا والشيخ؟ بالاول قلت اروح اتطمن على حلالي، لانه يا اخوي زاد 3 شياه، وقلت من مره اعلم الشياه اجداد وش هو اللي احبه وش هو اللي اكرهه، لانه يا اخوي خفت يكون شاه من الشياه اجداد كثيرة كلام. وانا يا اخوي دواش مثل ما تعرف انا ما احب اعيد وازيد بالكلام، لانه كثرة الكلام ما تجيب نتيجة وتقلل الهيبة. ولد عمي مريض يا دنوش، وده يرتاح، وانت بعد الزوم تروح تنام عند حلالك. انت نسيت انه بي ذياب يعدن على الحلال؟ ما دام هيك يا اخوي باكر انا وياك نسرح سوا، بلكي صدفنا ذيب ويكثر حلالي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بعد الديره ظلي مليانه بالذياب واضباع بعد. دنوش ها؟ وش تقصد؟ بقصد شيء، قصدي اقول لان شفنا ضبع، والضبع يا اخوي اخطر من الذيب، وعطيت الشيخ لمنه نشوف ضبع تكثر. لكن لا تنسى يا دنوش انه الضباع ما تعدي على الحلال غير بالليل. قم قم الحلالة. هي بالعون انك صادق. صلوا على خير. اخاف سمع كلامنا. اللي قلناه ما منه خوف، لكن اللي ودي اقول لك اياها الحين هو اللي منه الخوف.
زين يا ولد عمي، قول وما يكون لك فكر. هذه كوماي لا بعدك، قول لها الحين وش اللي يشغل فكرك يا خال. من غير ما اقول انت عارف، واريد اسمع الجواب منك. يا ولد اختي، انا ملقى احسن منك الكوماي، ومن رايي انك يا خال. انا اريد اسمع رايك باللي يشغل بالي. انا دوم افكر والحين ما لقيت الجواب. وليه ما تسال ابوك؟ ما اقدر يا خال، ولا اقدر اسال صقر، لاني لان سالت صقر اخاف احس اني حاسد على محبه ابوي، ولان سالت ابوي اخاف يقول لي انه كلامك ما هو موزون. لا عاد وش اللي تريده يقول لك؟ اريد يقول لي الحقيقه، ليه معتبرني اقل واحد بالديره؟ انا ماني ولده مثل صقر، ليه ما ياخذ رايي مثل ما ياخذ رايك ورايه؟ ليه ما يشركني بكل شيء؟ زمان كان يشركني، لكن الحين تبدل. العلم عند الله يا ولدي، العلم عند الله. امشي امشي، خلنا نلحق معي. يلا امشي.